السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالطالبات مرة أخرى. نتعلم النهاردة مهارة إنشاء الفصول الدراسية وإدارتها من خلال القائمة الجانبية. أروح للجزء الخاص بالفصول الدراسية وابتدي إن أنا أضغط على كرييت كلاس أو إنشاء فصل دراسي، أو من خلال الشريط العلوي أروح لإدارة الفصل الدراسي وابتدي إن أنا أعمل فصل أو أنشئ فصل جديد، أو من خلال الضغط على زر كرييت هيظهر لي هنا كده اوبشنين. اول اوبشن لو انا معلم وعايزه انشئ فصل دراسي، تاني اوبشن لو انا طالب وعايزه انضم لفصل دراسي. طيب انا دلوقتي معلم فطبيعي هروح ايه اختار ان انا انشئ فصل دراسي. هيقول لي هنا سمي الفصل بتاعك، ممكن اسميه باسمي وباسم مثلا المادة اللي انا هدرسها. هنا كده احط وصف الفصل الدراسي بتاعي، زي مثلا مثلا هذا الفصل خاص بمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الترم الأول مثلا، أو الترم الثاني أيا كان. بعدين هختار الجريد بتاعتي أو السنة الدراسية بتاعتي، طبعا بقى على حسب، ابتدائي اعدادي ثانوي حضانه، حتى ممكن نعمل فصل الحضانه فعادي يعني. طيب بعدين هختار السبجكت او الماده الدراسيه او العلم او المجال او التخصص اللي المفروض الفصل بتاعي بيدور حواليه. طبعا هنا هلاقي طبعا مجموعه من المجالات المختلفه، انا ممكن بقى ايه اشوف المجال اللي انا عايزه انضم ليه واختاره. انا طبعا هنا ممكن نختار لون للفصل بتاعي، تمام، وبعدين اضغط على كرييت. طبعا هنا كده لازم اختار ايه زي ما اتفقنا اللي هو السبجكت بتاع الفصل بتاعي او المجال اللي بيدور حواليه الفصل بتاعي. خلاص انا هختار اي حاجة غير اقول. هنا قال لي اختاري يعني تخصص فرعي، فانا بدل كل ده خلاص انا اخترت اي حاجة. وبعدين هنا اهو وابتدي ان انا اضغط على كرييت، فهو كده يبتدي ان هو ينشئ لي الفصل الدراسي بتاعي. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا انشئ فصل طبعا واسميه باسمي، وكمان احط وصف للفصل بتاعي، ولازم طبعا الوصف اللي انا احطه للفصل يتناسب مع المقرر اللي انا بدرسه او المادة اللي انا بدرسها. خلاص انا هو انشأت الفصل بتاعي. هيبتدي هنا كده يقول لي لو انت عايزة تعملي منشور ترحيبي للطلبة بتوعك فابتدي، تمام. طبعا برضو مجموعة من الستيبس، لو انا مشيت ورا الستيبس دي هبتدي ان انا انشئ كل حاجة بدون حتى اي مساعدة. طيب هيظهر لي هنا كده جزء بيقول لي اضافة طلاب او استكشف الفصل بتاعك. يبقى انا هنا عندي ممكن ان انا اضيف طلاب للفصل بتاعي على طول من هنا، او برضو هنعرف ازاي ان احنا نضيف طلاب او ان احنا نعمل اكسبلور للفصل بتاعنا او نستكشفه، نحط فيه منشورات، نحط فيه اختبارات، نحط فيه مصادر تعلم مختلفة. فهنشوف كل الحاجات دي. لو انا قلت اد ستودنت هبتدي هنا كده ان انا هيظهر لي طبعا هنا من فوق اسم الفصل بتاعي اللي انا المفروض هضيف الطلاب ليه. هبتدي هنا كده ان انا ادخل اسم الطالب الاولاني مثلا دعاء واحد وليكن، وابتدي هنا ادخل اسم والد الطالب اللي عندي، ايا كان، وابتدي هنا ان انا ادخل الايميل بتاعه، تمام. ولازم طبعا نتأكد من دقة البيانات دي. طيب انا خلاص دخلت كل الطلاب دول، هبتدي ان انا اعمل create student account او انشاء حسابات مين الطلاب بتوعي. طيب طريقة تانية سهلة جدا جدا، بدل بقى ما انا افضل ادخل كل اسماء الطلاب بايدي وادخل الايميلات كلها بايدي، لا انا اروح اعمل invite او دعوة. طيب هيظهر لي هنا كده ثلاث حاجات. اول جزء اللي هو شير كلاس كود، طيب ده كده اسمه كود الفصل الدراسي اللي انا اقدر اخده كوبي واروح ابعته لاي طالب او اي بقى مجموعة من الطلاب على الواتساب على الفيسبوك او ايا كان بقى الطريقة. طيب شير ابي دي اف هيبعت لي
البي دي اف، ملف بي دي اف فيه الكود اوريدي جاهز، وانا على طول اخد كوبي بيست من الكود بتاعي دوت، او انفايت باي ايميل عن طريق ان انا ادخل الايميل هنا كده ويتبعت له الدعوه على طول. تمام، يبقى انا هنا هكتب الايميل بتاعي وبعدين اضغط على سند، او عن طريق ان انا ابعت زي ما اتفقنا الملف البي دي اف، او عن طريق ان انا اعمل شير للكود. طيب انلوك كود، وفي هنا لوك كود. طيب يعني ايه؟ يعني معنى ان انا لو قفلت الكود دوت خلاص يبقى هو هيتقفل وهيروح هما بس للطلبة دول. تمام، ما ينفعش اي حد تاني يستخدم الكود، او هيظهر لي بقى كود تاني. وممكن برضو هنا ان انا اغير الكود، يعني في كذا اوبشن قدامي. طيب ممكن هنا شايفين الجزء اللي تحت دوت اللي هو شير لينك ويز ستيودنت، هنا كده اقدر ان انا برضو اخد رابط بقى للفصل نفسه وابعته للطلبه. يبقى انا هنا عندي كذا اوبشن، ان انا اخد الرابط بتاع الفصل، ان انا اخد كود الفصل، ان انا اخد ملف فيه كود الفصل، او ان انا ابعت على طول دعوه مباشره عن طريق الايميل. واي حد طبعا هيفتح الايميل هيجيله الرابط بتاع الدعوه او الكود بتاع الفصل، بمجرد ما يضغط عليه هينتقل على طول مباشره للفصل الدراسي اللي انا خلاص ايه عملته. طيب خلصت، هضغط على ايه ضم، اهو هيقول لي ان انا ايه خلاص ضفت ايه طالب واحد. تمام، طيب خلاص كده انا انشأت الفصل بتاعي اهو واسمه كده، وهيظهر لي هنا في الجزء دوت اللي هو البوستات او المنشورات اللي انا عملتها والفولدرات اللي انا انشأتها جوه الفصل واعضاء الفصل، وهنا لو انا عايزة اعمل جروبات صغيرة جوه الفصل بتاعي. تمام، طيب هنا كده في الممبرز لو انا ضغطت هنا كده على الاعضاء هيظهر لي هنا الطلاب، وهنا كده هيظهر لي المعلمين. تمام، طبعا هنا هيظهر الاونر بتاع الفصل او مالك الفصل اللي هو المفروض انا دلوقتي، والستيودنت اللي هو المفروض الطلاب طبعا اللي انا ضفتهم. طبعا انا ضايفه طالب بنفس الايميل فاكيد مش هيظهر لي. طيب يبقى انا برضو عندي طريقه تانية ان انا اضيف بيها طلاب من خلال اد ستيودنت في الممبرز. يبقى انا هدخل على الفصل على طول وبعدين اروح عامله اد ستيودنت. تمام، يبقى دي اقدر برضو هنا كده ان انا اعمل فولدر اهو، اضغط هنا كده على مانج فولدر، ابتدي هنا كده ان انا اعمل فولدر مثلا باسم المادة، باسم مثلا موضوع معين في المادة انا هدخل فيه مثلا باوربوينت او بريزنتيشن او فيديو او ملفات مثلا بي دي اف بتشرح الموضوع اللي هو داخل المادة دي. طيب هبتدي هنا كده ان انا اقول اد فولدر، طبعا هسمي الفولدر بتاعي وليكن الاعراب او مثلا النحو ايا كان بقى. ايا كان، تمام، كرييت. المهارة اللي بعد كده ازاي ان انا انشئ مجموعة من خلال سمول جروبس اهو، هبتدي ان انا اعمل المجموعة اللي انا عايزاها. هنا بيقول لي سمي المجموعة مثلا مجموعة واحد، وابتدي ان انا اضغط على كرييت. خلاص هو كده انشأ لي مجموعة برضو نفس الاوبشنز اللي هي كانت في الفصل، اقدر ان انا اعملها مع المجموعة، ان انا انشئ فولدرات او انشئ بوستات او منشورات جوه المجموعة نفسها. خلاص هبتدي هنا كده ان انا ادخل او اكتب المنشور بتاعي مثلا مرحبا، مرحبا بالطلاب الاعزاء، وابتدي طبعا ممكن هنا احط صورة احط ملف او ايا كان. طيب الحاجتين دول لو انا مثلا عايزة اضيف شعور مثلا معين، او هنا كده لو انا عايزة اعمل ايه استطلاع رأي عن حاجة معينة. تمام، يبقى انا برضو عندي هنا امكانية ان انا اعمل انشاء او استطلاعات رأي. يبقى هنا كده خلاص كتبت البوست بتاعي اللي انا عايزاه، وعايزه مثلا اعمل استطلاع رأي، فهضغط هنا على انشاء استطلاع رأي، او على طول مثلا ارفع حاجة سواء بقى صور ملفات ايا كان، وابتدي ان انا اعمل ايه بوست داخل المجموعة بتاعتي. هنلاحظ هنا ان البوست اللي انا عملته دوت جوه المجموعة دي اللي هي جوه الفصل. تمام،
طيب فولدرز، طيب فولدرز برضو علشان لو انا عايزة اعمل فولدرات جوه المجموعة دي، وممبرز لو انا عايزة اعمل مشاركة للمجموعة دي مع اعضاء تانيين، سواء بقى كان الاعضاء دول برضو مدرسين او كانوا طلبة زيي. تمام، اهي من اد ممبرز، وابتدي ان انا ادخل الاعضاء بتاعي جوه المجموعة اللي انا عملتها. طيب في كرييت دي، هنا طبعا بقى من كرييت ديت، سواء اللي كانت جوه الفصل او كانت جوه المجموعه، اقدر ان انا اعمل اساينمنت او اعمل نشاط او كويز، اختبار كده صغير للطلبه بتوعي، ودي ان شاء الله هنتعلمها المره الجايه. بس برضو في هنا جزء كويس جدا خاص بالفصل، برضو لو انا عايزه ايه اعمل له مشاركه على طول من هنا. تمام، برضو هنا كده اقدر ان انا احط صوره للفصل الدراسي بتاعي، وزي ما اتفقنا الكريت دوت لو انا عايزه اعمل مين اللي هو مهمه او نشاط او اختبار للطلبه. تمام، يبقى الكريت اللي بتبقى جوه الفصل او جوه المجموعه دي علشان اعمل من خلالها المهام والاختبارات بتاعتي. طيب الثلاث نقط دول لو انا بقى عايزه اغير، او زي ما قلنا نضيف بقى لون للفصل بتاعي او صوره للفصل، او اقدر برضو من خلال الثلاث نقط دول ان انا اعمل دعوه للاشخاص اللي هم ايه الموجودين جوه الفصل بتاعي. وهلاقي طبعا هنا كده هو طريقه انشاء فصل دراسي وانشاء منشور داخل الفصل الدراسي، وبرضو عرفنا ازاي ان احنا نعمل مجموعه داخل الفصل الدراسي، وازاي برضو ان انا اشارك الفصل الدراسي دوت مع الاخرين. يبقى كده خلصنا السكشن الثاني، واشوفكم ان شاء الله في السكشن الجاي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.